السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا اختي؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله الله يخليك. ناهد رفيقتي وفيك تقول مثل اختي. تشرفنا. اهلا وسهلا فيكي. انا ازدادت شرف. بدي اسالك، انت كمان مثلها؟ دارسه معهد هندسي؟ ايه بلا، دارسه معهد هندسي مثل الناس. وعم تشتغلي بشهادتك؟ لا لسه. جيتي بوقتك. وان شاء الله بتعرفي تشتغلي على الاوتوكاد. طبعا اكيد بعرف. ممتاز. ميس حابب تضل ست بيت، يعني بشتغل بالبيت، وانا بصراحه بحاجتك، يعني حابب تشتغلي معي. بتعرف ميس قديش الوضع ملخبط ومكركب بهالفتره. ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تقولي شيء، معك اليوم وبكره، فكري على مهلك وردي لي خبر مع ميس. ان شاء الله. ميس تعملي جهدك تقنعيها، لاني انا كثير بحاجتها، خاصة بتعرفي قديش شغلي مخربطة الايام. ايه اكيد اكيد. فرصة سعيدة. بلزم. اذنك معك. بربك ما حكيتي معي مش على هالشغلة؟ يعني هيك وهيك. يلا تفضلي. يلا يا حبيبتي. فؤاد صار له كم يوم عم بيحاول يدللني ويراضيني على قد ما بيقدر، لك تخيلي حتى لما عم عصب عليه ما عم بيطلع منه ولا ردة فعل. معناها يا خايف منك يا حاسس بالذنب تجاهك او التنتين. المهم انت شو قررتي؟ ما قررت شيء. كل ما بفكر انه واجهه بخاف وبأجلها لوقت تاني. بس انت هيك عم تعطيه فرصة أكبر لحتى يغدر فيكي، هذا إذا كان ناوي فعلا يعمل هيك. بعرف. معناها قوي حالك وواجهيه، وبجوز يطلع كل هذا اللي عم تفكري فيه ماله أصل. من كل عقلك؟ أنا قلت بجوز. حتى لو. عم قلك قلبي نفر منه، صرت بكرهه، صرت بكره حياتي معه. تخيلي، تخيلي إذا بالغلط لمس إيدي صرت حس حالي بدي استفرغ. أوف لهالدرجة؟ هو أكتر من هيك. معناها حسمية لهالقصة بقى، أحسن ما تسوق حالتكن أكتر وأكتر. هذا اللي لازم يصير. Not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. في شي تاني؟
اقول انا انت يا غالب. صباح الخير. صباح النور، تفضل فوت. لا شكرا. فاقت منى؟ ايه معلوم، من الصبح فاقت ونزلت على المحل. شبك لك ابني؟ ليش اتضايقت كل هالقد؟ لا ولا شيء، بس امبارح حكينا مع بعض واتفقنا نقضي اليوم كله سوا. والله ما قالت لي شيء. طيب احكي معها بلكي نسيت. طيب ايه راح احكي معها، مو مشكلة. يلا بدك شيء؟ سلامتك. يلا سلام. مع السلامة. أنا فكرت، لقيت ما في أمل. ليش؟ ما ارتحت. بس أنا كنت. إذا بتريد لا تحكي شيء، كل اللي عندي قلت لك إياه. يعني في أمل إنه تغير رأيك بعدين؟ مستحيل. طيب أوكي، الله يوفقك. شكرا. لو قلتي له إياها بطريقة أحن حرام كسرتي خاطره. بالله العظيم هذا اللي خايفة على خاطره انه ينكسر، بينكسر بخاطر ألف بنت. سهلا. صباح الخير. اهلين اهلين عادل، كيف صحتك؟ تمام. طمني في شيء؟ اذا مشغول ما بدي اطلع. لا لا ابدا ما في شيء، ولا يهمك. قل لي. والله حسيت حالي متضايق وما لقيت حدا غيرك افتح له قلبي واشكي له همي. اكيد صاير معكم شيء انت ومنى جديد، ما هيك؟ ما عم بعرف كيف ارضيها. لا فوت فوت لنحكي فوت. شو أمي؟ شو الموضوع اللي حابب تقليها؟ بس ترجع لخاله. لا احكي هلأ، شغلت بالي. الخانم طلبت من عادل يسجل لها شقته باسمها، والمجنون نفذ للي بدها اياه. مين قال لك؟ هو اجى لعندي وخبرني. طالما بحبوه بعده بدهم يتزوجوا، وين المشكلة؟ ما هي هون المشكلة. عادل بيحبها من زمان، مستعد ينفذ لها كل طلباتها. قلبي عم يقول لي انه في موال براسها عم تغني. شو قصدها؟ قصدي انه بدها تاخذ له كل ممتلكاته، بدها تعمل مثل ما عمل البابا فيكي. شو؟ شو عم تحكي؟ مثل ما عمل لك، كل تصرفاتها بتدل على هذا الشيء. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص امي، اترك الموضوع علي، انا بعالجه بطريقتي. هي الله يخليك يا امي، مشان الله مو ناقصنا وجع راس. خلاص امي، رح احكي معك. شلونك انت ومرتك بهالايام؟
بدي احكي معك بموضوع بتمنى ما تفهميني غلط. شو بكي؟ شو صار لك؟ ليش تضايقتي؟ لانه كل ما بتحكي هي الجمله اكيد بيكون في وراها خبر منيح. بكل حال اذا بتفكري بكلامي منيح راح تعرفي انه خبر حلو. طيب احكي. روعة، انا عم فكر انقلك هالمعمل. شو؟ مؤقتا بس لحتى تهدأ الهام وتساوي اللي بدي اياه. فؤاد انت عم تحكي من كل عقلك. لك انا اللي لحقتك ليل نهار لحتى تعترف بزواجنا قدام العالم، وانت لسه عم بتبعدني عنك اكثر واكثر واكثر. صدقيني هيك افضل لي ولك. هذا الشيء افضل لك. طب خلينا نحكي بالموضوع وبالنتيجه اللي بدك يا بصير. صدقيني ما في داعي، وتاكد منيح انه هي القصه ما رح ارضى فيها لو على موتي. هوعى عندي يا ماما. اللي عم تعملوه مع سوسن حرام، خربتوا حياتها مثل ما خربتوا حياتي. حياتك؟ قصدي لا تضغطوها مثل ما كنتوا تضغطوني. أنا شو طالع بإيدي؟ أبوكي مستحيل يوافق على معي. حاولي معه مرة ومرتين وألف، بعدين وينه نورس؟ ما يقنعه معك. نورس؟ نورس الله يعينه يا ماما، واصل العلاقة بينه وبين أبوكي لحدها. أوف، ليه؟ شو اللي عم يصير فيكم بغيابي؟ والله ما بعرف. الله يعيننا. آخ بسيطة. وين سوسن؟ أعطيني أحكي معه. ماشي حبيبتي. ميس بدها تحاكيكي. خير؟ طمني ما رح أحكي مع معن. أساسا ما في صفر. الله يهديكي. ايه ميس طمنيني شو صار معك؟ مثل اخبارك. يعني عملتي مثل ما بده؟ اجباري عني. اذا انتي اللي مالك عامله شيء هيك عم يعملوا معك. انا اذا خبرهم غالب شو بتتوقعي يعملوا فيني؟ سبا قلت لك يا ابو نوراس انه انا ما بتدخل بهيك شغلات، بس طالما هذا الشاب عم يضايقها للانسه سوسن فيمكن انا اغير رايي وأعطيه درس بحياته بعمره ما ينساه. الله يديمك معلم، الله يخلي لنا اياك. بس بنفس الوقت أنا عندي طلب وبتمنى ما تخجلني. ولو ومن عيوني يا الله وكيلك ومن عيوني. أنا بيشرفني ويسعدني إني أطلب إيد كريمتكم الأنسة سوسن، وأي طلبات أنت بتريدها أو الأنسة سوسن أنا موافق عليها حتى من قبل ما أعرفها. شبك تغير لونك؟ إذا مالك موافق على الموضوع انسى. لا لا بالعكس بالعكس، مو هذا قصدي، بس يعني كمان ضروري ناخذ رأي بنتي سوسن. إيه طبعا الأصول أصول. يعني كمان بالنسبة لمرتك وأولادك. أبو نورس ما في شيء أو حدا بالدنيا كلها بيقدر يوقف بوشي. لا أنا بعرف أنا متأكد، بس يمكن ما عرفت أوصل لك. يعني قصدي انه ممكن المرأة والولاد يتضايقوا وينفلقوا، وين المشكلة؟ الرجال إذا أخذ قرار ما بيسأل عن حدا منوب، وإلا ما بيكون اسمه رجال. مظبوط. كمان إذا شاف جماعته محاسبينه منيح بيتدخل وبياخذ القرار المناسب. بسألها شو قررت. حاضر. ممكن قبل ما احكي معها احكي معك شوي؟ تفضلي بس اختصري. انا اسوأ بنت بالدنيا، فطرت. وهلا عم قلك تبت. معقول يا غالب مو قادر تسامحني وتبلش معي من جديد؟
عم بقدر. ليه؟ الله بيقبل التوبة وبيسامح وبيغفر. لأنه رب كريم وغفور ورحيم، وأنا عبد مخنوق ومتضايق، مشان هيك ما رح أقدر سامح. وإذا قلت لك؟ لا تقولي شيء، احكي مع ناهد ولا تبينينا أنك متضايقة أو مزوجة من شيء، بس ترد عليك افتحي السبيكر مثل ما بدك تمر. مرحبا. اهلا استاذ ماني. اهلا. الدكتور فاضي؟ لا والله عنده مريض. تفضل ارتاح. اهلا وسهلا. لك يا بنت، لحتى تأذي تاخذي قرار لازم تفكري مني، ولحتى تفكري منيح لازم بالاول تتعرفي على غزوة. بابا ما بدي اعرف شيء، بكفي انه كثير كبير. لك يا بنتي، العمر ما بيعيب الرجال، بالعكس لكن بتتجوز رجال ناضج وفهيم ومرتب بتعيش كل عمرها معززة ومكرمة، بس اللي بتتجوز واحد تافه وسخيف وكل يوم مع بنت بيضحك عليها بحياته ما رح تعيش مبسوطة. فهميها؟ شو بدي فهمها؟ ولا شيء. معك اسبوع لتفكري. انا ما رح اجبرك على شيء، ما رح اجبرك على شيء ابدا. يا اما بتوافقي تتجوزي لغزوان، يا اما والله لسود لك حياتك انت وهذا التوتو حبيب القلب. معا ما له علاقه، وحتى لو ما كنت بعرفه ما رح ارضى اتزوج رفيقك. ورصاص دحام شبك. لك ما شفتيها انخضت على حبيب القلب قامت ردت لي اياها برفيقي. الله لا يوفقك. الله يرضى عليك يا ماما، الله يرضى عليك. لا تعاندي ابوك، انت بتعرفي إذا قرر شيء مستحيل يرجع عنه. لها يعني أنت موافقة تزوج غزوان؟ لك أنا ما قلت هيك، بس فكري شوي بالموضوع. ما رح أفكر، ولو تطبق قصة مع الأرض ما رح أوافق. يا الله يا الله، والله حاسة إنه هالبيت بده يطربق فوق راسي. شو أعمل؟ قديش الرجال بيكون محظوظ لما يكونوا نسوان وبيحبوا بعضهم؟ أعمل لك شي تشربه؟ هيك لك أنا. هي حكيت لك القصة من أولها لآخرها. ما بعرف إذا شايفني أنا وأبي غلطانين. لا لا أبدا. طيب دكتور، إذا هيك بدي إياك تساعدني أنا وسوسن. هلا أنا كنت بتمنى، بس بصراحة العلاقة بيني وبين أبي هلا متوترة كثير. دكتور الله يوفقك، على القليلة ما يأذيها. شو عم تحكي أنت؟ مين هذا اللي بده يأذيها؟ أبوك دكتور، هو هيك هددني. لك هذا حكي فاضي. أبي بس يكون معصب بيحكي كثير كلام ما بيكون قصده. طيب معلش، بدي منك كمان تحاكي سوسن وتطمن قلبها. إن شاء الله. أنا آسف لهيتك عن الشغل، مو هيك؟ لا يا زلمة ولا يهمك. طيب اعذر لي أنا. الله معك. تشرفت. الله معك اليوم دكتور. شو بشدة؟ بس فؤاد. طب خلينا نحكي. فؤاد نعساني. لك شو بدي؟ فؤاد ليش ما عم تفهم علي؟ بدي روح نام. بدك تنامي يا سوسن. يا حبيبتي طولي بالك، هاي الجوازة مستحيل تصير. بس غزوان ممكن يضغط على أبوك، وأبوك له تلتين الخاطر. وأنا عم قلك لا تخافي، طالما أنا معك ما في شي رح يصير غصب عنك. خلاص هو عم يقلك سبع البرومبو، كتر خيرك والله عم تقلب أختك علي. لا أنا عم وعدها بس إنه هي الجوازة ما رح تصير. بالله وليش مين حضرتك لحتى توعدها؟ أخوها. وشي بيهوي؟ وإذا كنت أخوها؟ بابا إذا بتريد. ما بريد.
وانت من هلا لا تدخل بشغلات مالك قدها ولا بتفهم فيها. ليش طالع اصواتكم؟ تاجوف ابنك العبقري عم يقلب بنتك لحتى تشتغل ضدي. ليك بابا، شو ما قلت وشو ما عملت هاي الجوازة ما راح تصير نقطة من أول السطر. ولا نورة عم تتحداني؟ لا، عم قلك شو لازم يصير. نورس خلص بقى، تصبحوا على خير. شوفي لا تفوتي كتير، هذا أخوك المعزوز لو أنا واقف معه كان ما بيقدر يسوي شي بحياته. اسمعي مني، اسمعي مني ولا تغامري. شرفي خليني معه شوي، خليها تفكر لحالها. شرفي السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. طمنيني ان شاء الله الامور كلها تمام. الحمد لله تمام، ما في شيء صعب ابدا ولا في اي استفسار ولا شيء ابدا. ممتاز. طيب من هاللحظة هاي بتعتبريني موظف عندك، بتعتبريني مكتب مكتبك. لا العفو، المهم عندي راحتك. بالنسبة للدوام ما في مشكلة، أي ساعة زيادة رح ضاعف لك الأجر. أوكي شكرا. بقينا شغلة واحدة. خير؟ بصراحة ما بعرف كيف بدي أقول لك إياها بس لازم أحكيها. أنا شخص كتير بحكي بالشغل وبحاجة لحدا يسمعني، لما بيكون هذا الشخص ما عم يسمعني شوي بنقرق يعني بنضايق، فبس حطك بهي الصورة. فعلا عادة غريبة. إذا حسيتي حالك بلحظة من اللحظات متضايقة من كلامي ففيكي تعملي حالك على أساس عم تسمعيني وتفكري بشغلة تانية، ما في مشكلة. عادة سيئة ما عم بقدر أبطلها. ولا يهمك أستاذ. ساعتك ما خلصتي؟ ليش شو بدك مني أمي؟ شلون شو بدي؟ خطيبك شوي وبيوصل. ايه ما خرج اني شوفه. شلون يعني؟ على اساس اليوم اخذه اجازه مشان تشوفي؟ لا مو صح، اخذه اجازه بس متفقه مع رفيقتي داليا بدنا ننزل على السوق مشان ننقي لها فستان العرس. وعادل شو بدي اقول له؟ ما بعرف ماما، خلص دبريه بمعرفتك انت. ماشي يا منى، صار إنا حديث طويل كتير مع بعض. ألو أهلين، مين معي؟ أهلين أستاذ معن، أنا آسفة ما عرفتك أول مرة بسمع صوتك على الموبايل. قالوا لي انك حابسه حالك، قمت اخذت اذن زياره وتعاطفت معك، جبت لك خبز وحلاوه. ان شاء الله برد لك اياها وانت بنفس الحاله يا رب. مين خبرك؟ العصفوره. ميس؟ لا مو ميس. لكن مين؟ معن. معن ايمت شفتي؟ شو خبرك؟ ليكي قبل ما اجاوبك على اي شيء، في امانه لازم اوصل لك اياها اللي هي هي. معن بيقول لك تحاكي وقت يصح لك. موبايل؟ بس هلأ مستحيل أقدر حاكي، يعني قبل ما يناموا الكل ما رح أقدر حاكي. أنت بتعرفي تقدري الوقت، بس احكي لي بالأول شو صاير معك. بابا بده يجوزني لغزوان رفيقه. عفوا؟ غزوان؟ آه لا عاد أبوكي مشي حاله جند، خلص صار. شو صاير له؟ وهددني إذا ما بوافق بده يدمر معه وعيلته. شيء مبشر الحقيقة. يلي بيعرف حقيقة نعيم الدنيا عمره ما بيفكر يغش بشغله، انه هالنعيم مزيف ما بيستاهل انه حدا يغضب الله بسببه. بس مع الأسف ما حدا منتبه لهالحقيقة، مشان هيك بتلاقي في ناس كتير لو سألتيهم شو هدفك بيقول لك بدي بيت جديد، بيت كبير، بدي فيلا، بدي سيارة. شي بده بنت عم يحلم فيها، وشي بده رصيد بالبنك، وشي شو بعرفني. هيك بتلاقي كل واحد منا معلق قلبه ونعمه وقتها بنعم الدنيا، بس ما حدا فكر لحظه باللحظات انه هالنعيم اللي عم تفني حياته وراكد وراه، او اذا كانت فعلا فعلا بتستاهل انه نضيع ديننا وما بعدنا كرمالها. وانت شو رايك؟
أنا رأيي نعيم الدنيا ما بيستاهل نضيع ذرة من مبادئنا أو ديننا بسببه، لأنه ببساطة بيتصف بأربع صفات. أول صفة إنه ما بيبقى، يا بيتركنا يا منتركه. كيف يعني؟ يعني يا أما منموت ومنترك نعيم الدنيا بالدنيا، يا الله بيسحب نعمته قبل ما نموت وهي أصعب. تاني صفة من صفات نعيم الدنيا إنه ما بيشبع، يعني لو معك هلأ مليار دولار تتمنى يصيروا مليارين، لو معك مليارين تتمنى يصيروا عشرة. طيب وتالت صفة؟ تالت صفة يا ستي إنه منتعب على طول، يعني صاحب النعمة بيتعب كتير لبين ما يحصل عليها، وبعد ما يحصل عليها بيضل خايف ما يخسرها، صح لما لا؟ صح. رابع صفة من صفات نعيم الدنيا إنه نحن مسؤولين عنه قدام الله عز وجل ليوم القيامة. بقى برأيك نعيم هيك صفاته بيستاهل الواحد منا يغش وينافق ويغضب الله ليحصل عليه؟ أعوذ بالله. أنا آسف كتير، أكيد دوختك بحكي. بالعكس، أنا هاي الأحاديث بحبها كتير، في أحلى من الأحاديث اللي بتقربنا وبتذكرنا بالله عز وجل. يعني ما مليتي؟ أبداً، أنا هاي الأحاديث بحبها كتير ولو بسمعها ليل نهار ما بمل منها. سوسن ما تمزحي معي، اعصابي ما انا متحمله. عن جد ماني عم بمزح، رضوان طلب ايدي من بابا. ابوكي اكيد وافق. كل اهلي وافقوا ما عدا نورس. وانتي؟ انا بحبك كثير بس ما قادره اواجه الكل. هذا اخر جواب كنت بتمنى اسمعه منك. مع ان ما تتضايق مني، يعني بدك يعني احكي معك بالمثاليات ولا بدك الحقيقه؟ ما بدي شيء. معناها سالت مني. لكن ليش طير صوتك؟ ما عن شبك؟ رد علي. ما عندي شي احكي، خلص. يعني سكر؟ مثل ما بدك. شايف؟ انت هزة صغيرة ما قدرت تتحمله، بدك يعني واجه الكل. سوسن شوفي، حسك عم تلعبي بأعصابي. لا، عم جربك. شو يعني؟ يعني أنا رفضت غزوان، لو بتوافق الدنيا كلها أنا مستحيل وافق، بس أنت. أنا بتحمل كل شيء إلا أنك تضافي. بس أنت ما حاولت تقويني. إذا اللي بيني وبينك بده دعم ليقوى، عن جد بلا أحسن. يعني بعتبر هاد وعد؟ حتى الوعد نحن مو بحاجته. انت متعود على قلة الأدب وكل يوم مع واحدة. العلاب بعرف شو بدك تقولي، حريحك من الآخر. بدك تسأليني شو صار بيني وبين ناي؟ أمورنا ممتازة، طمنتي؟ الله يسامحك. على فكرة إحساس الرجال لما يحب مرة شريفة، يعني قد ما شرحت لك ما بالوصف، سعادة مطلقة. لما يتجوز وحدة اللهم عافينا يا لطيف، شو بصير فيه؟ لك الحمى بقلبي، شو كان ناقصك لحتى تكوني شريفة مثل ناي؟ قلت لك كنت صغيرة. صغيرة؟ لك الله لا يكبرك، الله لا يكبرك، صف تامن كنتي. على كل الأحوال انت بنقصك الحشمة والأخلاق والتربية. بعدي خلقتي أرفع منك، بعدي حتى ما بدي رمزك. ما عمرك على المنصر. ايه، شو الأخبار؟ العيادة على طول مليانة،
والناس عم تشكر من الدكتور كتير. يا سلام، صارت عيادة الدكتور كأنه مركز طبي وهالناس عم تنغل فيها نغل. اي الله يعطيك العافية، هاي نتيجة الرشاوي اللي عم تدفع لها الموردين. مو هذا المطلوب؟ أكيد. ما اشتهتي لي دحام؟ إذا بتريد نحن اتفقنا ما عاد نجيب سيرة هذا الموضوع. لك إيه، بس أنا اشتقت لك، اشتقت لك كثير وحابب هيك نرجع مثل أول. والله كنا مناح. اشتقت لي؟ على أي أساس؟ على أساس إنه نرجع مثل أول. دحام، قلت لك أنا ما عاد بدي شيء بالسر. فهمان شو عم أقول لك؟ ما عاد بدي شيء بالسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك روقي روقي. رايقة، ما في شيء. طلع فيني عمو. أنت استفرغت آخر مرة؟ من شوي ونحن جايين على الطريق. إن شاء الله خير. طمني دكتور، شو طلع معه؟ والله شكله التهاب كبد. شو عم تحكي؟ شو قصة هالمرض؟ نص الأولاد عم يصابوا فيه. افتحي تمك عمو، مدي لسانك. يا عسل يا الكل سحر الله مكمل شمالي، أنا شربت من مي البحر. أبو نوراس، أنا ما بتهمني كل هاي التفاصيل، اللي من الآخر إنه وافى بس بعد ما هلكني. أخذت منه دفع على الحساب؟ لك أنا 10,000 دولار وال50,000 بدأ ما أعطينا الموافقة. ماشي ماشي، تطمنه الآن؟ 100% معلم، 100%. عظيم. شو أخبار العروس؟ قال بدها شوية وقت لتفكر. حقها، بس أنا حبستها بالبيت، حبستها بالبيت، قلت لها ما بتطلعي لتوافق. لا غلط، هالشي ما بيجوز. يعني أنا خفت. قالت ما بيجوز، لازم تفكر وهي حرة. معلم، خايف ابني بشير يلعب بعقله. لا تاكل هم، هذا الولد أنا بدبره. طيب. وهي رهومة صار لها أدبارة عندي عشان عرفت أبيعها على الدفع. وهي كل الأدوية اللي رح تحتاجها. يعني ما في داعي أشتري لها شيء من الصيدلية؟ لا أبدا. كتر خيرك يا دكتور. طيب قد إيه بتأمرني؟ لا لا أعوذ بالله، ما بصير. ولو نحن جيران شبه. بس هيك بتخسر. لا لا تاكلي همي، المهم ديري بالك عليها. شكرا كثير لك، خجلتني. الله يسلمك. يلا ماما، يلا حبيبتي. الله معك. الله معك، مع السلامة. رنا. نعم دكتور. بدي اسألك سؤال بس بدون ما يروح مخك لبعيد. ايه تفضل. هاي الست اللي طلعت من هون هلا، مو أرملته لحسين محمود؟ ايه مزبوط. تجوزت؟ لا، انطلبت كثير بس ما كانت توافق. تتكون عجبتك دكتور؟ قلت لك لا يروح مخك لبعيد. روحي ساوي لي قهوة، روحي. روعة أمي، إذا صاير معك شي بالشغل احكي لي، لا تخلي أخوك باله مشغول عليك. ما في داعي ينشغل باله لأنه عن جد ما في شي. طيب مين هي اللي عم تتصل فيك اليوم وتقول له دير بالك على أختك ووقف جنبها؟ هلا هو قال لي إنه دقت له مرة واحدة بس. لا حبيبتي، 3-4 مرات حكيت معه. وشو بدها؟ ما عم بتقول له شي، بس عم بتقله دير بالك على اختك ووقف جنبها. اسمعي ماما، هي وحده حقوده وغيرانه مني، واذا دقت له تاني مره لازم يبهدلها ويسكر بنص وشها. ممكن نبطل شغل ونقعد نحكي شوي؟ خير شو في؟ شو خير شو في؟ سؤال غريب عن جد، يعني لازم نعمل جدول أعمال كل ما بدنا نقعد نحكي مع بعض؟ لا تفضل. القصة صار لك مدة مانك على بعضك وكأنه في شيء مضايقك، ما تتصوري هذا قديش عم يزعجني، فممكن حضرتك تحكي وما تخبي عني شيء. هلا الصراحة من جانب واحد ما بتفيد،
مستعد انت تكون صريح معي وما تخبي عني شيء؟ انا ما خبيت عنك شيء. لا اذا هيك بدنا نبلش ما في فايده. شو يعني؟ يعني انا وياك عنا شغلات كتيره لازم نحكيها لبعض، نص نص ما بيمشي الحال. بدك تلعب هاللعبه العبها للاخر يا اما بلاها. اوكي انا موافق، تفضلي. لا انت اللي بدك تبلش وتحكي لي قصتك مع روعة. في غلط هون، شفتي؟ ليش؟ ما رح لك، انت لحالك لازم تكتشفي. شو؟ عرفتي الغلط منين؟ بلا. صلحينا. حاضر استاذ. نسيناها؟ نعم استاذ. ما تضايقي حالك، كلياتنا بنغلط. بس هي شغله بديهيه، يعني ما كان لازم اغلط فيها. حتى لو ما لازم تخلي شيء يضايقنا. وانا وصغير كنت اتضايق من اي تفصيل بصير معي. اتضايق لدرجه يجعني راسي. ليوم من الايام قعدت وفكرت هيك بيني وبين حالي وسالت حالي ثلاث اسئله رح اسالك اياهم. تفضل. في شيء بالكون بصير بدون اراده الله؟ طبعا لا. طيب معقول ينقص شيء من الرزق اللي الله مقدر لنا اياه؟ كمان لا. اخر سؤال، معقول تنقص لحظه من عمرنا اللي الله مقدره؟ اعوذ بالله. معناتها ما في شيء بالدنيا بيستاهل نتضايق عليه، صح؟ غالب ومنى ما كانوا غلطان، انا اللي كنت عمياء وما بفهم. لك بس بدي افهم شلون قدرت تعمل فيني هيك؟ لك شلون قدرت؟ حيوانة. حيوانة؟ هيك؟ بهالبساطة؟ لا تعاتبيني ولا تلوميني، لأني عاتبت حالي مليون مرة أكثر من عتابك لإلي. إيه كمل. شو بدي كمل؟ حكيت لك كل شيء. لا ما حكيت كل شيء. بدك تحكي لي ايمتى وكيف قررت تقتلني. انا رحت جنيتي؟ لا ماني مجنونه، عم بحكي من كل عقلي. الهام شبك. لك فكري، فكري بعقل بس. واحد عم يبني بنايه، شلون بده يفكر بنفس الوقت يهدها؟ شو يعني؟ شو يعني؟ أنا كل علاقاتي وكل مصاريي وكل دعمي لإلك منشان تصير بالمحافظة مديرة خدمات فنية، بدي جي قتلك؟ ما أنت كل هذا الشيء عم تعمله منشانك، منشان مصلحتك أنت، مو منشان سواد عيوني. لك يا عيني ما اختلفنا، منشان مصلحتي، بعود منشان مصلحتي بقتلك أو بأذيكي، مستحيل هذا الحكي. ماشي. أنا رح كمل اتفاقي معك وأعطيك سر، تفضل. منين جبت هالوثائق؟ جبتهم من محل ما جبتهم، مو مهم. المهم تعرف إنك إذا فكرت تغدر فيني رح تلاقي حالك متورط ورطة إلى أول ما لآخر. عم تهدديني؟ ايه عم هددك، الا اذا نفذت اللي بدي اياه. يا خساره يا خساره. لا تسب لي وتاخذني بالعواطف، ما بقى يمشي الحال، تفهم؟ شو بدك؟ بدي تكتب لي كل املاكك بيع وشري وتقلع روعة من الشغل، بس بعد ما ترجع كل شي عطيتها اياه. عم تفهم؟